اهلا بكم مشاهدينا، صباح الخير عليكم وصباح الورد كل زملائي وزميلاتي داخل الاستوديو. احنا حاليا بجمعيه الفنون التشكيليه العراقيه لحفل افتتاح معارضها السنويه للفنون التشكيليه لعام 2021، فخليكم ويانا وتابعونا. هذا المعرض الأول منذ العزل اللي صار بسبب جائحة كورونا، وهناك رغبة وحاجة إلى مثل هكذا معرض. اليوم الوسط الثقافي متعطش إلى حضور مثل هكذا فعاليات، أعمال بمستوى عالي، ولا سيما نحت هناك تجارب كبيرة ومهمة، وبوجود أمين بغداد ربما تتحول منها بعض منها إلى واقع في تقاطعات بغداد وفي شوارعها. نحن في وسط واحة جميلة من الإبداع العراقي حقيقة. معرض الفنانين التشكيليين في جمعية الفنانين التشكيليين، مثل ما تلاحظين هناك أعمال قيمة جدا. معروف عن الحركة الفنية بالعراق حركة متطورة ومبدعة على مستوى الوطن العربي. ده نتنقل في واحة من واحات الجمال حقيقة وسط هذه الأعمال الرائعة، من الأعمال التشكيلية الفنية ومن اللوحات التشكيلية وأيضا من الأعمال النحتية حقيقة. هناك أريد أعلن أنه هناك تعاون كبير ما بيننا وبين جمعية الفنانين التشكيليين وأيضا وزارة الثقافة بنشر الجمال في شوارع وساحات المدينة. محطة إبداعية جديدة على أرض جمعية التشكيليين العراقيين، إقامة جميلة للمعرض السنوي واللي صحيح موجود به جهد متميز من خلال الأعمال المشاركة، والحمد لله كل الأعمال تنبئ بأمل عراقي ونفس متجدد لكل هؤلاء الفنانين المشاركين. صراحة الأعمال كانت بقياسات كبيرة ومتنوعة، الأساليب أيضا اختلفت. الصفة المشتركة لهذا المعرض أنه صبغة الأمل والتجدد موجودة وابتعدت عن كل ما هو مأساوي وكل ما هو يصطدم به الفنان العراقي في وقتنا الحالي. مشاركتي كانت يعني صراحة أعمالي اللي اشترك بها يعني مجرد أنه أضيف كل ما موجود حولي من مواد ويعني أوظفها للعمل الفني، كأنه تكون يعني أشياء يمكن يراها المتلقي العادي أشياء بسيطة، ولكن عندما تكون على سطح اللوحة راح يعني تشوفها بشكل مغاير وبشكل جميل جدا. عودتنا جمعية التشكيليين العراقيين المركز العام هكذا معرض مثل هذا المعرض السنوي، والحقيقة هذا المعرض كان متميزا في هذه الأعمال، لأن كان الاختيار من ضمن اللجان المشرفة على هذه اللوحات كانت موفقة باختيارها للأعمال الفنية، ولي مشاركة أيضا أنا في هذا المعرض عمل واحد، وأتمنى للموفقية لجميع الفنانين المشاركين في هذا المعرض، ونشكر جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين برئاسة الفنان التشكيلي قاسم سبتي لاحتوائه إلى هذه النخب الفنية. المعرض بشكل عام تقليد سنوي مألوف، ولكن كل سنة يعني يتطور أفضل من السنة اللي سبقتها، وهذه التجارب عراقية بحتة أصيلة لها امتدادات تاريخية مرتبطة بأكد وبسومر ومرتبطة بالحالة النفسية للإنسان العراقي اللي دا يعانيها الآن. دا يعني هي الحالة المؤثرة، خلينا نقول بهالشكل، هذا هاي انعكاسات للحالة المؤثرة. أغلب اللوحات اللي هسه حضرتيش أو الآخرين اللي يشوفوها انعكاسات لحالات نفسية متطورة متراكمة يعني وثابة في نفوس الآخرين، وهذا الفنان يعكسها من الداخل للخارج. كان الفن سابقا اللي يشوفه الإنسان الفنان اللي يشوفه برا يرسمه ويقلده وجسمه، الآن اختلفت الصورة، اللي بداخل الفنان يعيشه هو اللي يعكسه ويشوفه وينفذه. المعرض السنوي لجمعية التشكيلين يعد من أهم المعارض اللي تقيمها الجمعية على مدار السنة. طبعا الجمعية أكو يعني عدة أنشطة عندهم خلال السنة،
منها معرض الطبيعة، معرض فنانات عراقيات، معارض متعددة. المعرض السنوي اللي الآن يعني افتتح هذا يضم تقريبا عدد كبير من الأعمال الفنية الخاصة بأعضاء الجمعية العاملين يعني تحديدا، لكونهم يعني الأقدم طبقة بهذا الجمعية تعتبر. المهم فهذا العمل المعرض يكون متنوع بين رسم والنحت والخزف، وتكون بتجارب جديدة. عادة ما ننتظر هذا المعرض حتى نشوف تجارب زملائنا الفنانين، باعتبار معرض سنوي تسلط عليه الأضواء الإعلامية أكثر من المعارض الأخرى، فيكون الفنان حريص على أن يقدم عمل مهم خلال هذا المعرض. نعم. يعني ممكن يعني تشرح لنا عن اللوحة اللي أنت شاركت بها بالمعرض؟ طبعا عمل واحد لكل فنان، يعني العمل مالتي رسم باعتباري رسام. بهذا المعرض تحديدا يعني اشتغلت شيء شوية مختلف. هذه اللوحة اللي أمامك يمكن تشوفيها، جميلة كلش. يعني عبرت بيها عن فد قضية احنا بصراحة بدينا يعني كنا مفتقديها، بدينا شوية نرجع لها، اللي هي ركوب الدراجة الهوائية. يعني هذه طبعا وهذه تزامنت ويا فترة جائحة كورونا، باعتبار انه صار حظر اكثر الاوقات بس مسموح يعني مشي، فالتنقل صار على الدراجات. فبديت اشوف هذه الظاهرة يعني بكثرة ببغداد، وهي شيء جميل. يعني لفت انتباهي بمنطقتي، يعني انه كان اكو يعني زوج هو وزوجته وطفل يعني براكبين هذه الدراجة باعتبارها واسطة نقل وللترفيه يعني. فالتقطت هذه يعني الصورة وحاولت أنا يعني أشتغلها بلوحتي.